السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة وحلقة خاصة عبر برنامجنا الوطني إنجازات وطنية عبر شاشة قناة جوسات الفضائية الأردنية. وضيفتنا لهذه الحلقة شابة من فارسات التغيير، وهي سعادة الدكتورة هبة السرطاوي، صاحبة صيدلية المهلب في منطقة حي الرشيد. بداية دكتورة هبة السرطاوي، نرحب فيك برنامجنا الوطني، بنحكي لك مساء الخير. مساء النور. نعم دكتورة الصيدلية هبة السرطاوي، حابين نعرف السادة المشاهدين عن حياتك العملية والمهنية قبل افتتاح هذه الصيدلية العريقة، تفضل. والله أنا الدكتورة هبة السرطاوي. نعم. خريجة الجامعة الأردنية. نعم. أكيد نتحدث أكيد. دكتورة، نعم، نتحدث عن تأسيس هذه الصيدلية، متى تأسست؟ تأسست في 2012. نعم، نتحدث عن أبرز الخدمات داخل هذه الصيدلية. أهم الخدمات عنا اللي بنحب نقدمها هي استشارات صيدلانية دوائية. نعم. وصحية بشكل عام. نعم. يعني أي مواطن، أي زبون، أي مريض بيحب يستشيرنا سواء عن دواء. نعم. كتبوا طبيب له مثلا، او عن حالة صحية عنده مرضية. نعم. منجاوبه بكل اريحية. جميل. نتحدث دكتورة ايضا عن توريد هذه الادوية، من اين؟ في منها ادوية اردنية وفي منها ادوية اجنبية اكيد. ايضا دكتورة، هل يوجد تعاون بين الطبيب والصيدلي في هذه المنطقة؟ اكيد. يوجد تعاون؟ دائما. نعم. دائما عبر من الهاتف. نعم. عبر الهاتف. نعم. يعني اذا اجتنا وصفة مثلا، يعني نتناقش في أمور العيارات، قديش ممكن نعطي لكل مريض. نعم. فيروس صغير كذا، إذا مش موجود الدواء بنحكي مع الدكتور أكيد، ونطلب إنه يغير الدواء. نعم. مثلا نستشيره كمان بالحالة نفسها اللي إجتنا. نعم. نتناقش فيها. جميل. دكتورة، كيف ترى تطور القطاع الصيدلي في الأردن؟ هل هو متطور؟ يوجد كفاءات مثل حضرتك ما شاء الله عليك؟ الله يخليك. لا، في تطور كتير منيح أكيد. نعم. نقابة أطباء الصيادلة هل تتعاون معكم؟ أكيد في تعاون. في تعاون. أكيد. إحنا ماشيين أصلاً على قوانين النقابة. قوانين النقابة. يعني بتحب توجه لهم رسالة شكر عبر هذه الشاشة؟ أكيد كل الشكر لهم، ونتمنى منهم كمان إنه يتحسن الوضع بشكل أفضل في كذا موضوع، أكيد هم عارفينه. أكيد أكيد إن شاء الله. إحنا أكيد نتمنى من النقابة الجديدة أكيد أن تتعاون أكيد مع القطاع الصيدلي بشكل عام. صح دكتورة هبة، أيضا ما هي الطموحات والرؤية المستقبلية لهذه الصيدلية، صيدلية المهلب؟ طموحاتنا أكيد إنه نخدم شريحة واسعة. نعم. من المواطنين حوالينا في منطقتنا، حتى في المناطق المجاورة. نعم. طموحنا إنه مثلا نزود المواطنين بكم أكبر من الأدوية. نعم. اللي هي مثلا مش متوفرة. نعم. وممكن إنه نتوسع في خدماتنا بشكل أكبر. نعم. نقدم خدمات أكبر في الصيدلية. أكيد إن شاء الله. نتمنى لك التوفيق والنجاح. دكتورة هبة، هل أنت مع سلسلة الصيدليات نعم أو ضد؟ هي إلها مميزات وإلها سلبيات. نعم. شو السلبيات؟ شوف، للصيدلي الطموح حلو انه يكون له اكثر من صيدليه، ولكن سلسله الصيدليات عم يعني بتضر شويه الصيدليات الصغيره. نعم. والقديمه ايضا. اكيد 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 في لها مضار للاخرين، بس للصيادله الطموحين هي اكيد فرصه كثير منيحه. نعم. يعني سعاد الدكتورة هبة السرطاوي، شو الان بتحب توجه رساله لجيل اليوم، فرسان وفارسات التغيير مثل حضرتك، كفاءات هذا اليوم، جيل المستقبل، أكيد في خريجين جدد أكيد بيحبوا يتجهوا لهذا القطاع، القطاع الصيدلي. والله بتمنى من الخريجين الجدد إنه يطوروا أنفسهم من الناحية العلمية أولاً والعملية ثانياً. طوروا. يعني أكثر من الواقع بصراحة. نعم. لأنه يعني شو السبب؟ في شوية تحفظات، يعني في شوية تحفظات على الصيادلة الجدد، ما بلاقي الجدية المطلوبة أنا من وجهة نظري. نعم. في أكيد مبدعين، في مميزين أكيد. في نشيطين، ولكن مش النسبة المطلوبة. يعني سيدة هبة السرطاوي، كيف ترى إقبال المواطنين لهذه الصيدلية
وهذه المنطقة كيف تري الخدمات العامة؟ والله الحمد لله المواطنين عم يثقوا فينا. نعم. لأنه عم نقدم علم بالأول. نعم. يعني قبل ما إنه إحنا قاعدين منبيع قاعدين منقدم خدمة طبية. نعم. بإذن الله إنها مميزة. أكيد خدمة. نفتخر إنها نعم. مميزة. نعم. عم نعطي الدواء صح بإذن الله طبعاً بنحاول. الحمد لله. دائماً إنه يكون الدواء صح مناسب للحالة. ما يكون في أخطاء، عم نوضح لكل مريض كيف ياخذ الدواء. نعم. طريقة إعطاء الدواء مناسب له أو لا، بنتأكد مثلا عنده ضغط، عنده سكر، عنده أي أمراض أخرى، هل نعم. يناسب الدواء أو لا، بناسب أدوية تانية بياخدها ولا لا. يعني سيدة هبة السرطاوي، أكيد يعني أنا بضم صوتي إلى صوتك. دكتورة هبة نتحدث أيضا، نقول لك أول شيء كل عام وأنت بخير. وأنت بخير يا رب. بشهر رمضان المبارك بهذه المناسبة السعيدة، وكل عام لكل مشاهد وهو بخير أكيد. إن شاء الله أكيد شهر رمضان شهر المغفرة أكيد. دكتورة شو بتحب توجه رسالة توعية إرشاد للسادة المشاهدين في شهر رمضان المبارك الفضيل؟ تفضل. أول شيء كل عام والجميع بألف خير، وإن شاء الله رمضان كريم على الجميع. نعم. نهتم بصحتنا برمضان. رمضان أصلاً الصيام صحة. نعم. يعني صوم وتصح. بالضبط، صوم وتصح. وأساساً الصيام بيريح الجسم شوي. نعم. بيريحه من السموم، بيريحه من التعب. نعم. بهضم الأكل. بس عند الإفطار من نكون برضو صحيين. يعني نعم. مش إنه خلاص أفطرنا إنه كل اللي على الطاولة بدنا ناكله، لا. يعني إنه بهدوء شوي. نعم. شوي الوجبات تكون متوازنة. ما يكون فيها دسم كتير، لأنه هذا كله بيرهق المعدة اللي هي صايمة طول اليوم. نعم. دسم كتير معناته مشاكل بالمعدة، وهذا اللي بنشوفه برمضان كتير، عم بنطلب منا أدوية معدة بشكل مش طبيعي. بسبب الإفراط بالأكل. الإفراط بالأكل والأكل الغلط والدسم وبس نخلص فطور بناكل مش عارف إيش، حلويات وبعدين شاي وبعدين قهوة. يجب أن يكون الأكل منتظم بشكل مناسب. بالضبط. أكيد ثم تصحوا. أكيد سيد دكتورة كلام أكيد قيم من السادة المشاهدين بشهر رمضان المبارك. أكيد سيد دكتورة هبة، حابين حدد السادة المشاهدين موقع صيدلية المهلب؟ أكيد لديكم أيضا صفحة على الويب سايت على الفيسبوك. أكيد إنا صفحة. أكيد حابين نظهر عبر هذه الشاشة للتواصل أو استشارة عبر أي مواطن محضر هذه الحلقة، تفضلي. موقعنا احنا في حي الرشيد شارع الملك عبد الله الثاني. نعم. في منطقة رصيفة محافظة الزرقاء. نعم. بنقدم خدماتنا عبر صفحتنا، صفحة صيدلية المهلب بالعربي او المهلب فارماسي بالانجليزي. اي حد بده استشارة بنجاوب عبر الماسنجر. نعم. اي حد يوصينا على ادوية كمان. نعم. بيقدر يبعث واحنا نوفر له اياها. أكيد أرقام الهواتف تظهر على الشاشة. زميلنا مدير التصوير السيد محمد دراغمة، أكيد نتمنى لك التوفيق والنجاح سعادة الدكتورة هبة السرطاوي. شكرا. لكن دائما وأبدا الحمد لله على نعمة الأمن والأمان في ظل هذا القيادة الحكيمة والأسرة الهاشمية. أكيد سعادة الدكتورة الصيدلانية هبة السرطاوي، لو قدر لك أن تقابلت مع جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين في ظل هذا القيادة الحكيمة الرشيدة، ماذا ستقولين له في هذه أيضا المناسبة السعيدة عبر بوابة شاشة؟ أكيد حقول له كل عام وهو بخير ويعطيه العافية على الجهود الجبارة أكيد. نعم. وعلى نعمة الأمن والأمان اللي إحنا فيها، هاي أهم إشي يعني. الحمد لله. الحمد لله. وأكيد بدنا نشكر الملكة رانيا أكيد. أكيد أكيد. اللي أصلا بتدعم القطاع التعليمي بشكل قوي. نعم. وما شاء الله يعني في تطور وازدهار مستمر. أكيد أكيد أكيد. دائما نحو التغيير أكيد. الله يحفظ نعمة الأمن والأمان، والله يحفظ جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا والأسرة الهاشمية بشكل عام، ويحفظ حماة الوطن عيني الساهرة وكلنا جنود لهذا. آمين. الوطن، وأنت فارسة من فارسات هذا. شكرا. الوطن. أكيد والله يدي نعمة الأمن والأمان على سائر بلاد المسلمين، مدام وجد الاستقرار وجد الاستثمار. وفي نهاية لقاءنا أعزائي المشاهدين الكرام، نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الدكتورة الصيدلانية هبة السرطوي، وهي إحدى الكفاءات في هذا الوطن، صاحبة صيدلية المهلب في منطقة حي الرشيد. سعادة الدكتورة هبة السرطوي، نرحب فيك ببرنامج الوطني، بنحكي لك شكرا جزيلا لهذا اللقاء المميز. عفوا وأهلا وسهلا فيكم. تشرفت فيكم والله. لا بكلا.